هلا وغلا ومرحبا. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار الأربع 24 ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. والله يا ناس طاقة مليون، لأنه الطاقة مليون وحزينة بنفس الوقت. بقول لكم ليش. تقريبا باقي لي كم يوم اطلع من اندونيسيا بشكل عام، من جزيرة بالي. انا متواجد حاليا في جزيرة بالي، فقلت قبل ما اطلع وودع البلد الجميل هذا اندونيسيا، ما شاء الله على بلدتهم، الله يخليها لهم ويحفظها لاهلها وناسها. انا ما راح اودعها للابد، بس ورانا اليابان وكوريا وممكن ننجز لافريقيا، فنبي نشوف يعني. فقلت في كم مكان لازم انا وياكم نستكشف جزيرة بالي، وهذا مقطعنا اليوم. نبي نشوف المكان. ياس بالله بالله، ما انتم خاقين ياس؟ ما هو جايكم الاحساس كذا الخقه وشي ما شاء الله؟ الو الو على طول يتبسم يا اخي، والله من الطف الشعوب اللي شفتها في حياتي، شعوب اسيا بشكل عام شيء من الاخر. يا اخي الواحد ودي يصير كذا حبه رزه هنا. ايه ترى هذه حقول رزه على فكره، يعني اللي ما يعرف. سلام يا المكان. يا ويل الكلب ينبح عليه. اسف اسف، ما يدخل، مش دخلني انا. ضيف ضيف. اوكي هذه بوابة المكان. صدقوني هذا المكان ترى قليل اللي يعرفونه. شوفوا الجبال ما شاء الله، جبال كبير. شوفوا ما شاء الله. وقال موسى وش ذا؟ سعد كلوبي، أنا أحبي. يا عمر بلاك يصير. يا أخي والله العظيم شيء لاحظته هنا، الكبار بالسن اللي من أهل إندونيسيا سبحان الله سمحين مرة. كده تحس فيهم طيبة. اوهو المنظر. لا 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 يا اخي انا عندي عشق لحقول الرز. يلا حلو قربنا، خلاص باقي دقيقتين. يا عمري وش سالفتك؟ لابس صار اليوم؟ هلا كلوبي. جيتك. خلاص اسف خلاص والله بغى يصيح. لو شفت نظراتك كيف ينظر لي ضاقتهم. وصلنا للمكان، اسم المكان جيمبلينج ووترفول، هو شلال بس شلال بشكل مختلف، كانك فعليا جالس في جاكوزي من الطبيعه، بس هو مو فعليا جاكوزي، بس كانه حوض كذا، حمام سباحه. هذا اللي عجبني فيه، والمنظر شيء ثاني. يا اخي والله المكان رهيب من هنا. طبعا المكان ترى ما في رسوم دخول ابدا، قلت لكم المكان يعني فعليا مو كثير سياح يجونه، ولكن في دونيشن تدفعها عندهم يحطونها في تطوير المكان اللي انت راح تشوفونه هنا، فيفضل انك تدفع لانه يطورون المكان. يا زين دادا دادا. يا حلو، شوفوا بالله المكان، شوفوا ما شاء الله، شوفوا بالله، شوفوا ما شاء الله، الحال الدخول يبشر بالخير. ذكرت اني ناسي شورتي، ما جبت شورتي السباحة. You have shorts for swimming? Oh, no. Ah, no, okay. No, no. Thank you so much.
فبالحالة هذه لما تواجهك مصاعب الحياة خش بملابسك واسبح، الأمور سهلة. ما راح أخلي الشورت يعكر مزاجي، بطب بملابسي، ما عندي مشكلة أنا. دائما أتأقلم مع ظروف الحياة. شوف يا ناس، شوف المنظر، ما شاء الله. أشوف والله الدرج ما هو، ما أحس إنه صعب يعني، أموره طيبة. Hello, hi. How are you today? Good. Fine. Hello. It's beautiful up there. Make sure you keep climbing up. Really? Because it's just beautiful. I've seen a lot of Bali and I've done a lot of crazy shit here, but that up there. Something different, right? Beautiful. Oh, I'm so happy yeah, now. Yeah. I'm so excited. I'm so excited. Yeah. Thank you so much. Enjoy you're, your day. You're thank you so much. Thank you. Ya Allah. Ya Zin. Allah. تقول لي روح. اتحكمل لا توقف. راح تشوف منظر حلو مرة. وقالت بعد انه بالرغم من الشلالات اللي شفتها انا في حياتي في بالي يعني هذا افضل واحد. والله شوف شوفون ما زالوا يطورون ترى في المكان، عشان كذا الدونيشن حلو تعطونهم اياه. وصلت للمكان، المكان ما في الا بس سائحين اللي الحين موجودين في المكان هذا اللي بصور فيه. بس انا لانها مو لابسه كويس فبنتظرهم يروحون وبيصير مكان لنا انا وياكم بس لحالنا. على ما يروحون هذول اللي هنا، بالله شوف المنظر، شوفوا كحل عيونكم ذا الزين والجمال سبحان الله. اخيرا شوي راحوا كذا على اليمين، شوفوا هذا هو المكان، تجلس هنا وتاخذ الصوره، فيصير وشو كانه هنا شايفين كانها بركه كذا، ويصير هذا المنظر كذا وراك كامل. واحلى شيء لو انتم كبار بالعمر ما عندكم الطاقه انكم تطلعون، ترى مره بسيط والله، ما ياخذ منك دقيقتين اللي هو الطلوع الى هنا، مره خفيف. فحلو انك تيجي تاخذ ذكرى هنا في هذا المكان. بوريكم بعد شوي صوره، ولا تدرون شوفوا الحين الصوره. ومثل ما قالت لنا السيدة المحترمه اللي قبل شوي تقول لا توقف عند الشلال، كمل اطلع الفيو بوينت فوق راح تشوف منظر ثاني. فخلونا نطلع نشوف. That's okay. Hey guys. يا حبيبي لا شوفوا كذا شلال، وفي هناك بعد زياده، خلينا نكمل نطلع. Hey guys, hello. Hey. شوف صار كذا مثل البركة هنا، وفي الثانية تحت هناك، وهذاك فوق الفيو بوينت. والله قهر الكابلز اللي قبل شوي ترى طول، وترى أنا قاعد أنتظر، أنتم ما شفتوه ثواني راح، أنا قاعد أنتظرهم نص ساعة، لدرجة إن جو الاثنين هذول الجديدين وأنا أنتظرهم يخلصون. ما زال المكان قيد التطوير، وهذه دلائل حلوة. ما شاء الله. لا 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 لا. يا الله يا المنظر. ما شاء الله شو المكان، والله صدمني والله. والله العظيم الحياة حلوة يا أخي، والله تستغرب إنه كذا فيه بالحياة يا أخي، سبحان الله. إيه أرجع أكمل كلام، معلش أنا من زود اللخمة صدم. لما تشوف مثل كذا تدري إن المكان لسه قيد التطوير، يعني لا الحين ما خلص، فهذا دليل إنه بدت الناس تتقبل المكان، فضروري تجي بسرعة قبل ما يصير خلاص معروف بالسياح. 24 ساعة سيارة الحين رجعي. شوف الجبل كيف هناك أصلا. أوه والله شوف مطورين، وبعد شوف تو ننتبه على اللي فوق. خلونا نكمل اللقافة بدمي انا وياكم، نبي نطلع فوق زيادة نشوف يمكن في شيء. يلا حلو، نقدر انا وياكم الحين نقول وصلنا المكان، مو كثير من السياح يعرفونه،
وصلنا هذا المكان. يعني بعد كم سنة إن شاء الله بحط لكم هذا المقطع وأقول تذكرون ذاك المكان اللي استكشفناه وياكم مع بعض؟ ترى الحين السياح بدوا يعرفونه. هلا شوف ما شاء الله يا زينة، هذا ما شاء الله شوف يشتغلون هنا. هلا جايز، هلا شوف ما شاء الله هم اللي قاعد يشتغلون الحريم نفسه ما شاء الله عليهم. يا أخي هذه للحين ما خلصت. يا أخي شوفوا أنواع السياح كثير. هذا النوع من السياح طبعا هي حق لها تسوي اللي تبغى، بس مو حلو انك انت، هذا الكلام لنا حنا، مو حلو انك تصير اناني بحيث انك تبي تستمتع بالمكان وما تعطي الناس فرصه حتى تصور في المكان. وانا ما ابغى اكون انسان يعني مره وقح اني اقول خلاص يلا بصور، انا احب الناس تاخذ راحتها. حلو انك تكون سمح بعد وما يعني خلها ما امر الا الله، خلها مع راحتها. مع انه انا والله ترى وقتي ضيق مره، بس عاد نشوف. والله العظيم انهم ما يستحون، شفتوا كم واحد ينتظر؟ انا شو اني خلصت، انا قعدت انتظرهم في البدايه، عندي صبر ما عندي مشكله، لما شفتهم طولوا قلت لهم معليش ابغى اصور انا بعد، نزلت صورت وخلصت وقعدت اخذ لقطات في الدرون. وتخيلوا الناس تنتظرهم حدود ساعه ينزلون ويسولفون وما ادري ايش يسوون. يا ساتر يا في ناس انانيه الا ولا، وما هم مستمتعين بالمكان، هم الوحيدين اللي مو مستمتعين بالمكان، تحسون جايين بس عشان ياخذون صوره ويحطونها انستغرام ويورون الناس شوفوني انا صار. طبعا اغلب الوقت لما يجون جنب بعض بس يبتسمون بالصوره يسوون كذا، لما تخلص الصوره يرجعون يكشرون. يا ساتر يا ناس الحياه مو كذا والله. يا بوي ما في، خش بملابسك واسبح، اهم شيء انك تعيش يومك استمتع. تذكرون اول لما كنت اقول لكم لازم تأجرون دباب وتتمشون في جزيرة بالي؟ والله يا ناس ما في سائح يشطف من جنبي الا والابتسامة شاقة وجهه، كلهم مبتسمين كذا والله العظيم. ترى والله حلو يا اخي، المناظر حلوة مرة تفتح النفس. ايوه وش نموت يعني ولا ايه؟ متنا متنا. وقفت هنا، تخيلوا انا في منطقة مرتفعة وفي هواء بارد يجي، وشوفوا المنظر. والله حلو مرة عجبني. وصلنا للمكان الثاني. بالله عليكم انتبهوا إذا جيتوا المكان هذا، الطلعة إلين هنا شوي صعبة إذا بالدباب، إذا ما لك خبرة مرة وقف دبابك بعيد، تعال على رجلينك. والله شكلي غلطت أنا، مو الطريق هذا. بس وش هذا المكان؟ حزين صوت الطبيعة يا أخي. الله يا أخي شوف شك شوف شوف كيف شكل الكوخ هنا. هلو في شيء يتحرك هنا، أهم شيء إنه مو كلب. أوكي بقرة أشوف، هيدا بقرة مرة طيبة. وش أنا دخلت ببيت ناس أنا ولا وين جيت؟ وش ضعت أنا؟ كالعادة. ظاهر إني غلطت. يا رب ما عندهم كلب، يا رب ما عندهم كلب، لأنه واضح إنه بيت ناس. إيش راح أدق لهم باب يعني؟ خليهم يتعلمون وين المكان. وين ذا؟ طبعا شوي يا معلق معلق معاك. اوكي ثانك يو. يلا حلو على الاقل شفنا المكان الزين ذا. يا اخي ما شاء الله يا اخي كميه الهدوء اللي هنا. تخيل كذا بيتك هنا في وسط الطبيعه هذا. اسمع سلام
هلا بقورة، هلا يا عمري انتي، هلا كلبوشك هلا بوشك كلبوشك. انت تصبي الحليبة؟ قولي بيصبي الحليبة. ظهر ما تفلت علي، ناقد علي مرة. يمكن من هنا الطريق الثاني، هو صار في طريقين كذا. يمكن من تحت، هنروح نشوف تحت. الله يا اخي، ما ادري ليش اتذكرت تايلند، ما ادري ليش كذا لما شفت المنظر هذا تذكرت تايلند. اوكي هذا في بيت، خلنا نسأل اذا هي حزينة. يا ناس انا شكلي ضايع. اوكي عندهم كلب. خلاص اسف اسف يا اخوي اسف، قسم بالله اني لو شفت الواحد ما يغلط عندك انت يا رجال. الظاهر اني ضعت. يا الله مكاني وينه؟ لا غران دوره. خلاص يا بكاية انت. انا شفت الدباب هذا واقف، قلت يمكن الدخله من هنا، رحت دخلت من هنا، فاتوقع انه التكمله هناك. لحظه ظهر سياح. اوكي من هناك قدام. اوكي والله الحمد لله طلع الطريق من ورا. والله اني حافله. انا اليوم مقطعنا بروح اوريكم مكان يعني، وداخل على بيت الناس بغى يعرمشني الكلب، وبوريكم صراحه مكان. المهم انا اسفين طلع الطريق من هناك. يلا خلينا نكمل، راح نستكشف اماكن جديده. تشوفون السيارات اللي يجون هنا اللي هم 4x4، الشارع اغلبه كذا، فبالله عليكم تنتبهون اذا انتم ما تعرفون تسوقون دباب. Good afternoon sir, how are you today? Good? I'm good, how are you? I'm fine. هذا 30,000. ما شاء الله كيف شكل الجبل من هناك، بعدين على طول البحر هناك. خلوني اوريكم المكان اللي تعنيت عشانه. مو كثير سياح يجونه. اتوقع انه واضح، ها؟ اتوقع واضح من هنا اصلا. ما شاء الله. فاقول لكم مو كثير سياح يجونه، ولكن حلو اذا قدرت توصل له تحط بصمتك فيه انك انت وصلت لهذا المكان، وتاخذ لك احلى صور من فوق. يا الله ايش كل منظر، انا جاي عشان هذا الشيء. تشوفونه؟ تخيلوا معي تكفون، بالله من الحماس ما اعرف اشرح. توقف هنا وتلقط لك صوره وعلى هذا المنظر كله. يا الله واضح الابتسامة مليون، واضح الوناسة ألف. أخيرا جيت هنا، أبي أحط بصمتي هنا. شوف بالله بهالمكان ما تحتاج الدرون، عيونك الدرون، بس اقعد ناظر كذا شوف كل شيء من فوق، فعليا كل شيء من فوق، وبيوت هناك صغيره كذا. تشوفون فعليا ترى ما في سياح، شوف بس ما في احد. بالعاده بالي لما تروح مكان سياحي يا الله يا الناس والعالم، ما يمديك حتى تتنفس. هذه جزيرة بالي، الله العظيم جزيرة بالي من أحد الجزر اللي تمنيت أزورها في يوم من الأيام، لأنه كنت أسمع كثير عنه وكنت أشوف مرات مقاطع عنه كذا تطلع لي بالإنستغرام تطلع لي، ولكن والله العظيم ما توقعت إنه إندونيسيا أو جزيرة بالي بالأخص كذا كذا في هواء بارد، عرفت يهفف عليك من ذل الجبال قاعد يجي كذا يضرب كذا الأكسجين تحس نظيف مرة. والله إني أنا مبسوط إنه أنا قاعد أشارككم اللحظات هذه، مرة مبسوط إنه حنا مع بعض قاعدين نستكشف ونترحل. ترى دائما انا احاول اتجنب مناطق السياح، احب ادخل في الطبيعه اكثر، احب ادخل مع المحليين اكثر. هذا واحد من الاماكن والله العظيم انه اسر قلبي، والله العظيم يا ناس
المنظر اللي قاعد اشوفه والله العظيم شيء ثاني. سبحان الله سبحان الله يا اخي. شفتوا انا اليوم قاعد اعيش حلم حياتي بس لاني طلعت برا منطقة راحتي. لازم تطلعون برا منطقة راحتكم، مو بالضرورة يكون نفس اللي انا اسويه بالترحال. اطلع من منطقة راحتك وجرب شيء ثاني. قلناها دايم منطقة راحتك هنا والحياة هناك. لا 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 ما بينه المقطع الا وانتم تشوفون المنظر كذا. لا 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 يوه. وبس الى هنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى والله من كل قلب المقطع عجبكم ونال رضاكم. لازم تجون المكانين هذه اللي صورناها اليوم، لانه والله العظيم تقدر تاخذ فيها صور ذكرى كذا انك انت فعلا جيت وحطيت بصمتك في جزيرة بالي. لا تنسى اللايك والاشتراك، اهم شيء الاشتراك. حياك وانضم لنا، خلنا نلف العالم مع بعض. ورانا اليابان وكوريا وبنكمل في اسيا وممكن ننجز الافريقيا. ورانا الدنيا في اشياء كثير لازم نشوفها مع بعض. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. السلام عليكم. وش الحياة بدون سفر؟ وش السفر بدون حياة؟ مزيج ما بين التجارب والاستكشاف. للسفر لذة وباب الآفاق جديدة تستكشف فيها نفسك برحلة لا نهائية من النمو والتعلم والتغيير. السفر فرصة لتوسيع آفاقنا واستكشاف كل ما هو مثير وجديد. السفر يمدك بالشجاعة لمواجهة كل عائق في حياتك، والتجربة تدخلك بعالم ثاني، عالم من الشكر والامتنان، عالم من التفاؤل للحياة وجمالها، جمال ناسها وجمال أماكنها. السفر رواية ولازم يسطر بالتاريخ أنك أنت بطلها.